أهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا الأعزاء. سنتعرف اليوم على أجمل ممثل كويتي وهو ناصر عباس. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. الفنان الشاب ناصر عبد الوهاب عباس هو ممثل إيراني نشأ في الكويت، ولد في 22 من كانون الأول شهر يناير لعام 1995. يبلغ الفنان ناصر عباس من العمر 26 عاما. ناصر عباس يتبع لعائلة فنية، فهو الأخ الأصغر للفنان عبد الله عباس، وعمه هو جاسم عباس. ديانته هو الإسلام، جنسيته إيراني، مهنته ممثل، أما الحالة الاجتماعية فهو غير مرتبط. بداية مشواره الفني كانت عام 2010 حتى الآن. دخل الميدان الفني والمهني في سنة 2010 في سن 15 بمساهمته في مسلسل ليلة عيد في مواجهة النجمة الكويتية حياة الفهد. في سنة 2011 اتجه باتجاه المسرح وساهم في مسرحية عودة شيزبونا، وشارك في مسلسل الجليب مع حياة الفهد وباسمة حمادة. أيضا شارك في مسلسل باب الفرج مع الفنانة إلهام الفضالة، علي جمعة وفاطمة العبد الله وغيرهم. في عام 2012 شهد نشاطا فنيا كبيرا فيما يتعلق له، حيث ساهم في مسلسلي امرأة تبحث عن المغفرة وهجر الحبيب، وأيضا شارك في مسرحية مدينة البطاريق وعودة السلاحف ومدينة التفاح. في عام 2013 أطل في مسلسل ألين اليوم بجانب إلهام الفضالة وإبراهيم الحربي وسلمى سالم وفهد باسم وفهد لبناي، ومسلسل ما يعيني بطولة الفنانة باسمة حمادة وعلي جمعة ومحمود بوشهري وعبد الله عباس. ظهر في مسلسل بركان الناعم وتم عرضه في شهر رمضان، وهو بطولة حسين المنصور وإلهام الفضالة، بالإضافة إلى مساهمته في مسرحيتي أرض الأحلام وقصر دراكون. في عام 2014 شارك في مسلسل أشوفكم على خير، وهو مسلسل كويتي بطولة إلهام الفضالة ويعقوب عبد الله. ظهر في المسلسل الكويتي لمحات، يحكي المسلسل قصته عن طريق حلقات معزولة، رواية اجتماعية مغايرة متكررة كل يوم على نحو كوميدي. في عام 2015 ظهر في مسرحية كان يا مكان، وشارك في مسلسل في عينها أغنية، وهو مسلسل كويتي درامي رومانسي، ولعب دور أيوب في المسلسل الكويتي روتين، وهو من بطولة إلهام الفضالة، ولعب دور زين في مسلسل جود، وهو مسلسل كويتي عرض في الموسم الرمضاني عام 2016. وفي عام 2017 ظهر في مسرحية وين داي، ولعب دور في مسلسل كان في كل زمان بجانب الفنانة سعاد عبد الله وإلهام الفضالة. في عام 2018 لعب شخصية تدعى تركي في مسلسل عطر الروح مع الفنانة القديرة هدى حسين. في عام 2020 قدم دور أنس في مسلسل رقم الحظ 7 مع العديد من النجوم. في عام 2020 قدم دور أنس في مسلسل رقم الحظ 7 مع العديد من النجوم، ولعب دور عبد العزيز في مسلسل الكون في كفة مع النجمة القديرة إلهام الفضالة والفنانة طيف وغيره. وأثار الممثل الإيراني المقيم في الكويت ناصر عباس الجدل بعد عملية التكساس التي أجراها. وكان قد شارك ناصر عباس متابعيه عبر موقع إنستغرام الذي يصل عدد متابعيه أكثر من 1,000,000 متابع، ونشر مجموعة صور لمظهره الجديد حيث يظهر بذق مدبدب بطريقة مبالغة فيها، رغم أنه كان يعتبر أجمل ممثل كويتي. وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد مظهره الجديد، وفي تعليق قال أحدهم خرب خلقته، إنما شبهه الآخرين بالعديد من الأمور، فمنهم من وصفه بالسيدة جزرة، في حين أشار أحدهم أن ذقنه مثل الجسر الملك فهد الذي يصل بين السعودية والبحرين. ورأى البعض أنه في السابق كان أكثر رجولة، بينما الآن يميل إلى الأنوثة أكثر. ناصر عباس لديه شقيق وهو الممثل عبد الله عباس، وهو ممثل ومخرج وموسيقي إيراني مقيم في الكويت.
دخل المجال الفني عن طريق مسرح الأطفال عندما كان في العاشرة من عمره، واكتشف موهبته الموسيقية إلى جانب التمثيلية. برا موهبته عن طريق المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت. وولد عبد الله عبد الوهاب عباس يوم 7 أغسطس عام 1988 في مدينة الكويت لأب إيراني للجنسية وأم كويتية. وأعلن عبد الله عباس يوم 9 كانون الأول ديسمبر عام 2020 اعتزاله التام للتمثيل والتفرغ للإخراج فقط، وكتب ذلك في صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام. وقبل فترة أثر الفنان الكويتي ناصر عباس ضجة كبيرة يوم أمس بعد اقتحامه بثاً مباشراً للفنان العالمي جاستن بيبر وإصراره على الغناء معه. وفي التفاصيل بدأ عباس بإرسال تعليقات بشكل متكرر دون توقف خلال بث مباشر من بيبر يطلب منه الغناء معه. أغضب الفنان العالمي والذي طلب منه التوقف لأنه يمنعه من مشاهدة تعليقات بقية الأشخاص، وقال له بأنه لن يغني معه وعليه التوقف. ويبدو أن إلحاء عباس أغضب بيبر الذي قام بحظره ليتمكن من استكمال البث المباشر. وبعد انتشار الفيديو بشكل واسع انقسمت التعليقات حول ما حصل مع الفنان الكويتي، فسخر البعض منه ومن إذلال نفسه أمام النجم العالمي. وفي المقابل رأى آخرون أن موقف الفنان طريف ولا يوجد به أي إذلال، فيما انتقد الآخرون قيام بيبر بحظر الفنان الكويتي. لكن حجم السخرية كان كبيراً على الفنان الكويتي، فالبعض طلبه بإغلاق حساباته والابتعاد حتى ينسى الناس ما حصل معه. ومن جانبه يبدو أن الفنان الكويتي لم يتأثر بالأمر وتجاهل السخرية، حتى أنه كرر فعلته مع الفنانة العالمية ماديسون بير طالباً منها الغناء معها. كما نشر عباس عبر حسابه في تويتر تغريدة أكد فيها أن بيبر اكتفى بالتهديد ولم يقم بحظره أبداً. الفنان ناصر عباس شارك بالعديد من المسلسلات الكويتية التي حققت نجاحاً عربياً وواسعاً وشهرته بالفعل. شكراً لكم أصدقائي على المشاهدة، نلقاكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.